العمل. بالتأكيد مراد، إذا طلعنا على تشارت اليومي بالنسبة للدولار الأسترالي، وهو تراجع ليس فقط أمس، وكان على مدى 6 أيام متتالية كان هناك تراجعات، يعني تراجع بنسبة كبيرة، أتوقع تكون نسبة أكثر من 5% خلال فترة الأسبوع هاي. مع كسر مستويات 90 سنة. نعم، كسر مستويات، يعني حققنا مستويات 88-48 تقريبا، 88-50 تقريبا. يعني هذه المستويات كانت مستويات كفيلة بأن تدعم، وهناك قد تكون مستويات 90 حاليا، أتوقع هو المستويات 89-90 تقريبا، أو 89-80. يعني مستويات 90 ومستويات 90-50 هي مستويات نعود إلى مستويات بيع مرة أخرى على الأسترالي، ونستهدف مستويات على المدى المتوسط، مستويات 85 كانت توقعات على المدى القريب، مستويات 88 اقتربنا مستويات 88 ب40 نقطة أو ب50 نقطة تقريبا. نتوقع أن هناك المزيد من التراجعات للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي، تأثرا بالبيانات، بهذه البيانات الاقتصادية السيئة، وخاصة قطع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأسترالي صباح هذا اليوم. طيب إذا ما تحدثنا كذلك عن حركة العملات الأخرى، الدولار النيوزيلندي كانت تعرض لضغوط قوية في تداولاته الأمس، في ظل الحديث عن تعرض إحدى أبرز شركات إنتاج الألبان، وهي أكبر شركة فونتيرا، أكبر شركة تصدير الألبان في العالم، تعرض منتجاتها لبكتيريا أو احتوائها على بعض البكتيريا، وبالتالي كانت هناك خشية من تراجع الطلب على الدولار النيوزيلندي مع تراجع الطلب على هذه المنتجات. هل تعتقد أنها أزمة عابرة بالنسبة للدولار النيوزيلندي، أم أنه قد سيواجه ربما بأزمة قد يطول أمدها؟ مراد، أتوقع هي أزمة عابرة، لأنه لا يمكن لعملة أن تتراجع بنسبة كبيرة ولفترة مستمرة بسبب إحدى الشركات في هذه الدولة في نيوزيلندا. طبعا بالأكيد هي أزمة. جيدا، نيوزيلندا هي أكبر بلد مصدر للحليب في العالم، وهنا تكمن أهمية. نعم صحيح، ولكن أتوقع أن تكون فعلا هذه أزمة عابرة، لأنه قد لا يؤثر هذا، يعني هذه الإشاعات أو هذه الأخبار بالنسبة لشركة ألبان في بشكل كبير في الطلب على الدولار الأسترالي. فعلا في الفترة الماضية نحن لاحظنا كان في ضغط على الدولار الأسترالي، يعني كان يوصل لمستويات 80 ثم يعود لمستويات 77، حاليا هو عند مستويات 78. أنا برأيي أنها ما تزال مستويات مقبولة بالنسبة للدولار الأسترالي، وليس هذه التراجعات الكبيرة أو المقلقة، ولا أتوقع أن يكون هناك تراجعات مقلقة أيضا في المستقبل بالنسبة للدولار الأسترالي. طيب بالنسبة للدولار الأمريكي، كانت تعرض لضغوط في الفترة الأخيرة، لا زال يتحرك يراوح مكانه تقريبا مقابل اليورو. يوم أمس كان هناك حديث لمحافظ الفيدرالي الأمريكي على أعتقد دالاس فشر، نعم، كان تحدث عن إمكانية بدء تضييق أو بدء تقليص برنامج مشتريات الأصول اعتبار من سبتمبر القادم. كيف وجدت هذه الإشارة أو قراءة الأسواق لهذه الإشارات؟ الأسواق لم تتفاعل كثيرا بهذه الإشارة من فشر، كونه فشر ليس من الأعضاء المؤثرين أو الذين لهم أصوات في لجنة السياسة المفتوحة في الولايات المتحدة الأمريكية هذا العام، فلم تتفاعل الأسواق بشكل كبير مع هذا الخبر. طبعا تصريحات فشر دائما تأتي معارضة لأغلبية الأعضاء، وهو من دائما المحافظين البنوك المركزية المعارضين للسياسة النقدية التي تتبعها البنك الفيدرالي الأمريكي، أو المعارضين لبرنانكي بشكل عام. ففعليا لا أتوقع أن يكون هناك في تقليص لعمليات التيسير الكمي بسبب البيانات الاقتصادية. مراد، نحن لاحظنا الأسبوع الماضي جاءت بيانات الاقتصادية بشكل لا بأس به بالنسبة للاقتصاد الأمريكي، معدلات البطالة 7.4، أيضا النون فارم بيرول أو الوظائف غير الزراعية جاءت أقل من المتوقع، ولكن ليست بالسيئة، 163 ألف رقم برأيي رقم جيد. السبب الرئيسي كما نعلم هو مستويات التضخم
المتدنية في الاقتصاد الأمريكي، وليس فقط في الاقتصاد الأمريكي وإنما في الاقتصاد العالمي، وهذا ما يضغط على البنوك المركزية وتحد من سياسة بعض البنوك المركزية وتجبرها على السير في نفس السياسة وعدم تغيير سياستها الاقتصادية، إلى حين أن نرى مستويات التضخم المستهدفة بالنسبة لجميع البنوك تقريبا أغلبها عند مستويات 2%، أوروبا ما زلنا عند مستويات 1.2%، أمريكا ما زلنا عند مستويات 1.4 تقريبا بالمئة، هذه مستويات متدنية ولن يتحرك أي بنك مركزي دون مستويات 2%. عم وليد جارتات كبير المحللين.